حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من عمان الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشؤون الإقليمية. بعد التحية دكتور، بداية دعني أبدأ سؤالي، لماذا يهاتف رئيس الوزراء القطري السابق مهندس الفوضى حمد بن جاسم الثاني أحد إرهابيي الذين حاولوا أن يقوموا بعملية انقلاب الحكم في مملكة البحرين؟ هذا التسجيل الصوتي طبعا يمثل اليوم حلقة خطيرة في سلسلة التآمر القطري على أمن واستقرار البحرين ودول المنطقة. اليوم علامات الاستفهام ليست فقط عند القادة وعند الدول، ولكن أيضا الشعوب العربية والمواطن الخليجي والمواطن البحريني تحديدا وربما القطري يتساءل لماذا. شكرا جزيلا لك. لا شك يعني أن هذا هو أمر مؤسف، هذا يعكس سياسة ممنهجة تعكس حجم التآمر الذي مارسته قطر ضد مملكة البحرين، وتورط هذا النظام في التنسيق والتعاون مع الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة بموجب حكم قضائي خلال الأحداث اللي مرت فيها مملكة البحرين في العام 2011، هذا بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مملكة البحرين ومحاولة التأثير على أمنها وإحداث خلل قد تكون له طبعا نتائج وخيمة على مملكة البحرين. لكن السؤال لمصلحة من يتم إضعاف مملكة البحرين واستهداف أمنها واستقرارها ووحدتها؟ المقصود أنه من هذا الهدف هو ضرب استقرار أمن دول مجلس التعاون الخليجي، لأنه الآن ما يجري هو أمر مؤسف للأسف الشديد، ويعكس ربما بشكل واضح نية مبيتة للنيل من مملكة البحرين. وأنا بعتقد أنه حتى جميع مواقف مملكة البحرين كانت متوازنة مع قطر، عاملته معاملة الشقيق، وبالتالي ربما يعني هذا المخطط اللي بقوده النظام القطري للأسف الشديد يهدف إلى التنسيق والتعاون مع النظام الإيراني والإرهابيين الآخرين كمنظمات إرهابية، هذا بشكل انحراف خطير عن أهداف ورسالة مجلس التعاون الخليجي وخروج عن روح الميثاق المؤسس الذي يريد الحفاظ على وحدة وتماسك مجلس التعاون الخليجي من أي أخطار خارجية، وأيضا انتهاك روح الأخوة اللي بتجمع دول مجلس التعاون الخليجي و شعوبها. نعم طبعا البحرين صبرت كثيرا على سياسات قطر التآمرية، تأملت خيرا في النظام القطري بعد توقيعه لاتفاق الرياض 2013، إلا أن الدوحة قد استمرت في مشروعها الذي يعني الساعي لزعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وحتى المنطقة. ألا ترى أن الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أتت اليوم في وقتها؟ بالتأكيد أتت لوقتها، خاصة أن دول ما يعرف التي تطلق عليه حتى قطر دول الحصار، هي ليست دول الحصار، هي دول تريد أن تضع دولة قطر أمام مسؤولياتها. الآن الكل انتقد ميل قطر وسعيها نحو عسكرة الأزمة من خلال محاولة استخدام قوات أجنبية من خارج الخليج لأغراض وأهداف غير واقعية وتضرب الأمن الخليجي ووحدته واستقراره. الأمر الثاني أنه السعي لتطوير علاقات تعاونية مع بعض الدول الإقليمية اللي بتشترك في علاقات صراعية للأسف الشديد مع دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص ومع الدول العربية على وجه العموم، وفي مقدمتها أيضا إيران ودورها التخريبي لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار وبناء الخلايا النائمة لضرب الاستقرار الخليجي، وكان آخرها خلية العبدلي في الكويت كنموذج، هذا عدا عن مؤامرات إيران المتكررة لضرب استقرار مملكة البحرين والتدخل في شؤونها الداخلية. هذا التصعيد القطري قابله سلوك سياسي بحريني يقوم على التهدئة وعدم التصعيد وعدم الانزلاق أمام محاولات قطر الاستفزازية، وكما أعلن معالي وزير الخارجية الشيخ خالد التركيز على وحدة مجلس التعاون الخليجي ورفض محاولات قطر للزج ومحاولة إقحام الشعب القطري في الموضوع، وكان واضح حديث معالي وزير الخارجية أنه الخلاف هو مع السياسات القطرية ومع السلوك القطري، نعم، وليس مع الشعب القطري اللي بتكن له دول مجلس التعاون الخليجي الاحترام والتقدير. الآن القضية أنا بعتقد في تقديري أنه حاولت قطر أن تزج من خلال دعيني أسميه المحور أو الجانب الشعبي على أن الصراع هو صراع ما بين الشعب القطري وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا الأمر غير صحيح. وكانت توجيهات جلالة الملك حمد واضحة بإعطاء الجانب الإنساني
للشعب القطري أهمية كبرى، على اعتبار أن الخلاف هو خلاف سياسي مع حكومة قطر وليس مع شعبها. وبالتالي أنا بعتقد أنه حتى محاولات القطر البائسة من خلال محاولة اللعب بالورقة الديموغرافية لشعب البحرين، يعني من خلال عملية التجنيس وخطورة العزف على هذا الوتر لضرب وحدة مملكة البحرين واستقرارها وأمنها ومحاولة إحداث خلل ديموغرافي، هذا سوف يكون له نتائج وخيمة على مملكة البحرين. وبالتالي ما قامت به البحرين وأخواتها وأشقائها في دول مجلس التعاون الخليجي، أعتقد أنه من باب الدفاع عن النفس ومن باب إرجاع الأمور إلى نصابها ومن باب الحفاظ على وحدة مجلس التعاون الخليجي وتكامله. نعم، من عمان الدكتور نبيل العتوم المتخصص في الشؤون الإقليمية، شكرا جزيلا لك.